نقرأ الآن النص الثاني أيضاً للكاتبة قمر الكيلاني التي كتبته بمناسبة عام المسنين العالمي، فتقول: أيها المسنون، يا من داهمتهم الشيخوخة أو هم انتظروها وحسبوا لها الحساب من دون اعتراض على الزمن أو عتاب، أقول لكم: لا تقنطوا ولا تيأسوا ولا تشعروا أنكم خارج دوائر الضوء والاهتمامات واللوائح والقرارات، فالعام القادم قد كرس عالميا في الأمم المتحدة عاما للمسنين. عام المسنين هو مفرح للذين لا يريدون أكثر من لفت الأنظار أو أن تظهر صورهم على الشاشات أو في الأخبار، وحزين للتعساء والفقراء والمساكين الذين يعملون في الحقول والمناجم والمصانع ويظلون يكدحون حتى الرمق الأخير من دون رعاية أو اهتمام أو تقدير. إذن الحدث الذي تناولته الكاتبة في هذا النص هو تحديد عام في الأمم المتحدة سمي بعام المسنين. هل ظهرت هنا ذات الكاتبة؟ ما هو الموضوع الذي تناولته؟ تناولت الحديث عن المسنين، بيّنت في هذا النص وجهة نظر الكاتبة تجاه قضية ما. القضية طبعا هنا هي تحديد عام للمسنين، ونلاحظ أنها يعني موقفها تجاه هذه القضية كان موقف يعني شبه ساخر أو غير راضي. لماذا؟ لأنها تقول لهم لا تيأسوا ولا تقنطوا، لأنه تم تحديد عام للمسنين في الأمم المتحدة. ولكن هل يفي هذا الإنجاز أو هذه القضية أو تسمية العام بعام المسنين، هل يفي بحقهم أو ينصفهم؟ كلا، لا ينصف المسنين. إذن موقف الكاتب من المسنين، الكاتبة عفوا من المسنين، هو الاحترام والتقدير. أما موقفها من تكريس عام للمسنين، فرأت أن هذا العمل غير كافي ولا يفي بحقهم ولا ينصفهم. تقول بنوع يعني ممكن لا نقول من السخرية، وإنما تقريب الواقع، أو رأيها أن ممكن أن هذه التسمية تثير إعجاب الناس الذين يريدون فقط الإعلام أو الظهور أمام الإعلام أو أن تظهر صورهم عن الشاشات. أما هؤلاء المسنين الذين يعملون في المناجم، الذين يكدحون من أجل لقمة العيش، فهل ستصل إليهم الكاميرات وتنقل معاناتهم؟ إذن الفلاحون والعمال المسنين الذين ما زالوا في حقولهم ومصانعهم، هي تدعم هؤلاء المسنين، تقدر جهودهم، وتعترف أن هذه التسميات لا تدعمهم ولا تنصفهم ولا تصل إليهم. ظهرت ذات الكاتبة في هذا النص بصورة مباشرة أم غير مباشرة، وضح ذلك. نعم، إذا ظهرت بصورة مباشرة، ظهرت ذات الكاتبة لأنها أبدت رأيها من خلال هذا النص الذي تحدث عن تكريس عام من أجل المسنين. من خلالها عرفنا ما هي وجهة نظر الكاتبة تجاه هذه التسمية أو تجاه هذا العمل. اختر مما يأتي التصنيف المناسب للفقرة السابقة. النص الذي تناولناه للكاتبة قمر الكيلاني، هل هو تعبير عن المشاعر الذاتية إزاء حادثة معينة؟ هل وصف للمكان، وصف شخصية، أم عرض وجهة نظر إزاء ظاهرة ما، أم النقد؟ لاحظوا معي، تحدثنا أن الحادثة التي تناولتها الكاتبة هي تكريس عام للمسنين. إذن النص هو تعبير عن مشاعر ذاتية إزاء حادثة محددة، يعني الكاتبة أبدت مشاعرها أو رأيها تجاه هذه الحادثة، لم تصف المكان ولم تصف الشخصية ولم تنتقد، وإنما عرضت وجهة النظر إداء هذه الظاهرة. إذن تبين لنا مشاعر الكاتبة ووجهة نظرها تجاه هذه الحادثة التي تناولتها في النص. حدد مما يأتي أنواع الكتابة التي تندرج تحت الكتابة الذاتية. الوصف مثل وصف المكان، هل يندرج تحت الكتابة الذاتية؟ نعم يندرج، لأن الوصف هو أحد أنواع الكتابة الذاتية. كذلك وصف الشخصية هو أحد أنواع الكتابة الذاتية. التصنيف الخيالي لمشهد ما، يعني أن نتناول مشهد ما فنصفه بشكل خيالي، نستخدم الصور والتشابيه، أيضا هو من الكتابة الذاتية. الوصف الواقعي للمشهد، نعم أيضا الوصف الواقعي هو أحد أنواع الكتابة الذاتية، لأننا تحدثنا أن يكون الوصف إما خيالي أو واقعي. سرد واقع بأسلوب موضوعي، هل هو
أحد أنواع الكتابة الذاتية أم أحد أنواع الكتابة الموضوعية؟ الجنسية نعم يا غزال، الموضوعية. نعم. إذا سرد الواقعة، نعم، سرد واقعة بأسلوب موضوعي بشكل حيادي، يعني لا تظهر فيه ذات الكاتب، هو ليس نوع من أنواع الكتابة الذاتية وإنما من أنواع الكتابة الموضوعية. تقرير علمي عن تجربة مخبرية، هل هو أحد أنواع الكتابة الذاتية؟ لا أنسى. إذن هو يندرج النوع الأخير تحت الكتابة الموضوعية، الأسلوب العلمي. إذا نقول تقرير علمي عن تجربة مخبرية فهو ليس نوع من أنواع الكتابة الذاتية وإنما من الكتابة الموضوعية تحت الأسلوب العلمي، يندرج تحت الأسلوب العلمي. في السؤال الخامس، من أنواع الكتابة الذاتية، سنحدد الأنواع التي تندرج تحت الكتابة الذاتية. فوصف المكان مثلا، وصف الشخصية تندرج تحت الوصف، والوصف هو إحدى أنواع الكتابة الذاتية. التصوير الخيالي لمشهد ما أو الوصف الواقعي لمشهد ما أيضا من الكتابة الذاتية، لأنها يعني قلنا أن الوصف بشكل عام سواء كان واقعيا أو متخيلا هو أحد أنواع الكتابة الذاتية. أما بالنسبة لسرد الواقع بأسلوب موضوعي يا غزالة، هل تندرج تحت الأسلوب الكتابة الذاتية أم الكتابة الموضوعية؟ لا أنسى الكتابة الموضوعية. الكتابة الموضوعية، لأنها تتحدث عن سرد واقع بأسلوب موضوعي يكون فيه الكاتب محايدا. تقرير علمي عن تجربة مخبرية يا أدهم، يا أحمد. أنسي كمان كتابة موضوعية. إذن كتابة موضوعية، لأنه يقول تقرير علمي، يعني تندرج تحت الأسلوب العلمي، فهي ليست أحد أنواع الكتابة الذاتية. إذن الكتابة الذاتية هي الكتابة التي تبرز فيها ذات الكاتب، تجسد وجهة نظره ومشاعره، وتختلف من شخص إلى آخر. طبعا يعني ممكن نفس الموضوع أو نفس المشهد أو نفس الوصف تختلف فيه وجهة النظر بين شخص وشخص آخر. مثل عندما أعطيكم مثلا وصف مشهد أو وصف حادثة، كل طالب فيكم ستكون له وجهة نظر مختلفة عن زملائه. إذن تبرز فيها ذات الكاتب، تجسد وجهة نظر ومشاعر الكاتب، وتختلف من شخص لآخر. من ألوانها الوصف، التعبير عن شعور وخواطر النفس، عرض وجهة النظر إزاء قضية ما أو ظاهرة. إذن ثلاثة ألوان للكتابة الذاتية هي الوصف سواء كان واقعيا أو متخيلا، التعبير عن الشعور وخواطر النفس، أو عرض وجهة النظر إزاء قضية ما أو ظاهرة. في النص الثالث والأخير، يتحدث فيه الكاتب عن لون من ألوان، خلينا نقول الشخصيات الاجتماعية، فيقول هو المنافق، لونه في الحوادث ألوان، ودينه في المنافع أديان، ونفسه من الناس حشرة في إنسان. هو سياسي الحب والصداقة، يضع المنفعة بين عينيه ثم تتوزع على جوارحه كل أساليب الكلام والحركة والعاطفة، وترى صداقته تنتهي أكثر ما تنتهي إلى مثل المقاطعة الحربية. يحمل الزلازل في كلماته، ثم يقول في آخره: وإني أغتنم هذه الفرصة لأؤكد لكم احترامي الفائق. والنفاق في أصله مبني على الكذب، فلا ينافق إلا الخبيث والضعيف الذي يريد أن يقوى بضعفه، ولا يرضى عن النفاق إلا جاهل أو مستكبر عميت عيونه عما حوله. إذا في هذا النص، ما هو النموذج الذي تناوله الكاتب؟ نعم يا ريهام. المنافق. المنافق. ما هو الحقل المعجمي الذي كونه الكاتب لموضعه؟ يعني الكلمات التي احتوت على المنافق أو صفات المنافق ما هي؟ أنسى صفاته، يعني صفاته السيئة، مثل أنسابة سياسي الحب والصداقة، يضع المنفعة في بين عيني، تتوزع يعني الأفعال المضارعة، نعم وبعد يا ريهام. الأفعال المضارعة وبعد أساليب الغش والخداع.
وتقمص المشاعر حسب الموقف يعني. نعم، بارك الله بك يا ريهام. إذن الحقل المعجمي الذي كونه الكاتب لموضوعه هي صفات النفاق وصفات الشخص المنافق، فهو شخص يعني يضع المصلحة والمنفعة بين عينيه، مخادع، يغش الناس، تقمص المشاعر حسب المواقف، يعني أين يجد مصلحة له أو منفعة يتقرب من صاحبها، ينافق له ويبتعد عن الأشخاص الذي لا تربطهم به أي منفعة أو أي مصلحة. إذن هذا حقل المعجمي كونه الكاتب ليتحدث عن المنافق. طبعا الصفات أكثر من ذلك وموجودة في النص، يمكن أن تزيد كل الصفات التي ذكرها الكاتب عن النفاق وعن المنافق. هل ذات الكاتب في النص ظاهرة أم يستدل عليها من المعنى؟ طبعا هنا أيضا ذات الكاتب ظاهرة من خلال المعاني التي سردها وموقفه منها، موقفه من الشخص المنافق ومن النفاق كصفة سيئة يعني تسيء إلى كل من يتحلى بها أو حتى يصمت عنها. نلاحظ أنه يقول في آخر النص الذي ذكره الكاتب، يقول النفاق في أصله مبني على الكذب، فلا ينافق إلا الخبيث. إذا ذكر من صفات المنافق الخبث والضعيف الذي يريد أن يقوى بضعفه. بعد ذلك ذكر عن الأشخاص الذين يحيطون بالمنافق فيقول ولا يرضى عن النفاق إلا جاهل أو مستكبر. يعني أنا لو رأيت أحد الأشخاص منافق أمامي، هل أسكت عن هذه الظاهرة؟ إذن لا يمكن أن أرضى عن هذه الظاهرة، لأنه لا يرضى عن النفاق إلا جاهل أو مستكبر عميت عيونه عما حوله. في هذا النص نلاحظ أن الكاتب تناول ظاهرة اجتماعية سواء كانت سلبية أو إيجابية، تناول في هذا النص ظاهرة سلبية سيئة هي النفاق. هل هذا النقد يعد تحت الكتابة الذاتية بما أن ذات الكاتب ظهرت فيه ومشاعره وموقفه من هذا الشخص؟ نعم، النقد الاجتماعي هو أحد مجالات الكتابة الذاتية، لأنه يدل على وجهة نظر صاحبه وفي نفس الوقت تظهر مشاعر وذات الكاتب تجاه هذا النموذج الذي يذكره. أما طبق فهو يجب أن نكتب نص نستخدم فيه أدوات الكتابة الذاتية كما ذكرناها في بداية الحصة، استخدام أدوات الربط، استخدام الأفعال المضارعة التي تدل على الاستمرار والحركة، والأفعال الماضية لتدل على وصف فعل مضى، استخدام الصور والتشابيه والألفاظ. هذه هي أدوات الكتابة الذاتية. إما سنكتب عن وصف مشهد طبيعي، اثنين عن موقف حياتي رأيته فأثار في نفسك مجموعة من الخواطر والفكر، ظاهرة اجتماعية إيجابية أثارت إعجابك أو سلبية أثارت استياءك، وأخيرا نموذج اجتماعي إيجابي أو سلبي وما أثار في نفسك من مشاعر. إذن سنكتب 4 فقرات أو 4 نصوص أو 4 مواضيع، نسميها الاسم الذي أي واحد من هذه الأسماء يهمنا فيه أن نستخدم أدوات الكتابة الذاتية، يعني أن يكون رأينا وذاتنا ومشاعرنا واضحة من خلال هذا النص الذي سنكتبه. أرجو من كل طالب منكم أن يكتب عن 1 أو 2 من هذه المواضيع ويرسل لي النص على الخاص حتى نطلع عليه وأرسل لكم الملاحظات إن شاء الله تعالى. هل هناك أي سؤال؟ نعم أنسي. تفضل. إذا عندك وقت الزكاة أنسي أدينا بأنسي إني ما حضرته. أنسي بس سرح هيك سريع. تمام يا أدهم، بعده بعد ما أنهي التسجيل بعد لك يا. غير أدهم في أي سؤال بخص النص، بخص الدرس؟ لا يا أنسي. يعطيك العافية. عافاكم الله جميعا وبارك بكم. بارك الله بكم طلابي الأعزاء، شكرا لحسن حضوركم واستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.